السلام عليكم، مرحبا فيكم في الجزء الثاني من تختيم الإضافة لعبة Elden Ring Shadow of the Earth Tree. قبل لا نبدأ إذا لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ويلا let's go. طبعا بعد ما خلصت الفيديو أمس أنا حصلت مفتاح اللي هو المجاري، وحين خلينا نروح نستكشف ويشوفي ورا باب المجاري. هذا هو الباب، حصلت المفتاح حقه وفتحناه، فالحين نستكشف وش موجود هنا. بويزن، بحيرة سموم. شكرا والله الدرع اللي علي ممتاز مقاوم للسموم لان هذا ما يرتفع بسرعة. شو كويس الصوت هذا. روم عدو ضعيف، لما اتوقع رؤية الرجل العجوز. ما اتوقع ان يكونوا موجودين في نايس. اوتش ايزي. تميمة القرن المحصن. اوكي قبل ما نكمل، انا هذا الفيديو اللي راح حاولت اقاتله ونحش منه لان حسيته صعب، بس الحين خلينا نكفخ وجهه. طبعا بستخدم المطرقة. احنا جاي ينزل عندي سلاحين، عندي المطرقة وعندي هذا، بس حاليا اتوقع المطرقة بتكون افضل ضد هذا. بسميه سلة النار المحترقة، وحش سلة النار. تعال اوتش. وال 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 نايس. والله ما يعطيني مجال. نايس نايس نايس، طيحنا. او ما طاح ما طاح، صار لي ستان بس ما طاح. هل يبغى نضرب الرجل الثانية؟ اوكي هذا الهجوم القوي. اوه ماي جاد،
لا لا بسرعة 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 تورنت تورنت يا حيوان انت. ها ها اوكي نسلم نسلم وراح. صراحةً اوف اوكي تورنت ام سوري استحمل. تورنت يا ربي لا موت باقي لي ما بقى لي شيء. الدمعة الصلبة مفتاح. اوكي خلونا نكمل من هذه الجهة الان بعد ما غلبنا وحش الاسد او زعيم الاسد. نروح هنا يودينا فوق. ها اتوقع هذا مكان ما رحنا من قبل. باب عملاق. اوكي اوكي هذا ما بيرجعنا بيودينا مكان جديد بيفتح لنا فريق جديد كأنه. Alright. اوكي هذه الشجرة. انا بعرف وين الشجرة بالضبط على الخريطة. اذا احنا هنا الحين. الشجرة بتكون هنا ها. اوكي شوف جزء خريطة من دي الجهة. انا ما ادري كيف اصلا ما يمديني انزل تحت هنا. او ما حصلت طريق انزل منه تحت. ممكن احتاج اروح من هنا من فوق. بس خلونا نكمل. اوه هوليد هالمكان منظره جميل مظلم للغاية. والله ان فروم سوفتوير ما حد ينافسهم حاليا. يا برجنا المختبئ في الظلام ايها العالي المهيب الشامخ في السماء. اوكي لا لا ارجع اقرا من جديد. أرشده بسلام إلى الحكم الأسمى وفي الحكم السماوي خلصنا. أوكي مكان مسكر. رسالة برج الظل. رسالة تركت
رسالة تركتها ليديا فارسة الإبرة موجهة للأرواح رفيقة للتسيير خطى ميكلا. تقع البوابة السماوية في البرج المخطوب بالظل، هذا هو بالتأكيد مكان الذي تجي إليه ميكلا. نحن لسنا روحان مساويتان، لكن يجب أن نحدد الطريق الذي يقودنا إلى هناك. تتبع صلبان شرقا. خلونا نروح سيدة هنا الحين. لا نروح من هذه الجهة ونشيك. تعال نروح يمين، نروح للصليب الثالث الموجود في الخريطة. هذا تنين؟ جثة تنين، تنين لهيب الشبح. كان أقوى من التنانين اللي في اللعبة. تورنت وينك؟ موجود انا يا حبيب. لا تموت. وال دامج.
لا قلب التنين وحجر حداثة وال 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 هذا تنين كده وعطاني سيف الكتانة العظيم. أوه كتانة كبير.